جولة لمركز ضاحية العقيلة المقام على مساحة تقدر بسبعين ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 13 مليون دينار كويتي. بلغت نسبة الإنجاز 99%. في خلال أسبوع سيتم إطلاق التيار الكهربائي، ومن ثم سيتم التسليم الابتدائي، وسنقوم بتسليم المشروع إلى الجهة المستفيدة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. المشروع عبارة عن مركز ضاحية العقيلة، تكون مشاريع من سبع مباني: مركز ضاحية، سوق مركزي، محلات، بلدية، بريد، مخفر، مركز تنمية اجتماعية، ووحدة اجتماعية. فكرة المشروع يتمحور على أن الحديقة تكون بالنص والمباني الحكومية حولها مع مقاهي وكافيهات وقعدات.